السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم اسلام همام من قناه ستودنت جايد والنهارده هنشرح طريقه جديده للتشفير اسمها الافاين والطريقه دي احنا هنتشفر فيها حرف بحرف واحنا عندنا اتنين ايكويشن كل ايكويشن او كل معادله ل يعني في معادله للتشفير وفي معادله للفك التشفير يعني واحده للانكريبشن واحده للديكريبشن الانكريبشن بتقول ان السايبر تكست عندي بيساوي الام في البي بلس اس مود ان يعني ايه الكلام ده؟ البي ده اللي هو البلين تكست اللي هو الحرف اللي انا هشفره والاس اللي هو كي دول اهم حاجتين عندي مود الان إن ده رقم انا بحدده او هو السايز عامه والام ده رقم برده بيبقى جاي معطى في المساله او انا بحدده طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ده ده الديكريبشن بيساوي اه ام اس سالب واحد في سي ناقص كي مود الان اه السي اللي هو السايفر اه ناقص الكي اللي هو كي والبي طبعا اللي هو البلين تكست والام ناقص واحد هو نفسه الام اللي فوق ولكن هجيب له الموديولو مالتبليكيتد انفيرس ودي يعني ماشي هتدينا شويه ايه خطوات زياده اوكي موديل ان إن برده بيبقى معطى في المساله تعالوا نشوف مثال ادي مثال عندي مديني أه مديني هنا ان الكي بيساوي 10 او السي لان احنا بصوا كده الاس عندنا هي كي والكي عندنا هي كي تمام يبقى الكي بيساوي عشرة والسي اللي هو السايفر اللي احنا هنستخدمه هنا برضو، اهي ب 10 برضو تمام تمام ومديني ان الام بتساوي سبعة والان بتساوي ستة وعشرين. تعالوا كده مع بعض احنا هنعمل انكريبشن الاول لحرف من الحروف ألا وهو مثلا ال W ال W عندنا هو رقم 22 في حروف او في ترتيب الحروف الابجدية الانجليزية طيب عشان نشفر ال W فاحنا هنجيب السايفر اوف في دبليو يعني الحرف المشفر من الدبليو دبليو السي جوه سايفر يعني فاحنا هنستخدم الانكريبشن اللي هو التشفير فهنجيب الدبليو دبليو 22 هنعوض عنها ب 22 طبعا اوكي بس سيبك من منها دلوقتي تعالوا بقى نشوف المعادله بتاعه التشفير كده بتقول ايه بتقول السي بتساوي ام في بي ناقص ك زائد كي مود ال ان اهي هي نفس المعادله اللي فوق ام في بي زائد كي اللي هو كي يعني مود ان او اس اللي هو الكي عامه الكي يعني اما ام في بي زائد الكي مود الان طيب الام عندنا بكام الام ب7 البي بكام البي ب22 اهي ما هي دي وبي اللي هو البلين تكست اللي التكست اللي انا هشغله الكي ب10 ماشي الان ب26 طيب اقوم قايل 7 في 22 بلس 10 مود ال26 هتساوي كام؟ الاقيها بتساوي عندي 8، طبعا المود في برضه فيديو على الشمال هيجي دلوقتي هيعرفكم ازاي بتجيب المود بسرعه عن طريق الاله الحاسبه طب حرف الاي حرف الاي في اللغه هو رقم زيرو في ترتيبه يعني احنا بنبدا من من البيز عندنا زيرو وبننتهي لغايه 25 تمام فال المعادله هتبقى كالاتي 7 في 0 بلس 10 مود 26 هتساوي 10 طبعا التمية ده اللي هو الايه اللي هو حرف الاي وال10 اللي هو حرف الكي ده الترتيب بتاعه وال25 هو حرف الزد ده السايفر بتاع الار طيب انا كده عملت تشفير انا عايز افك التشفير هي في نقطه هنا بس مهمه عايز اقولها لكم قبل ما نخش على فك التشفير احنا عشان خاطر نجيب اي او عشان نشفر بالطريقه دي لازم يكون عندنا الام والان ريلاتيفلي برايم يعني يكون الجي سي دي ما بينهم او العامل المشترك الاكبر ما بينهم بي ايكوال 1 بيساوي 1 فعشان كده لازم انا قبل ما ابدا حل المعادله ديت او حل الطريقه دي واجيب تشفير بيها بالافاين لازم اجيب الجي سي دي ما بين الام والان اللي هو مديهم لي كمعطى في المساله فهعمل كده الاول جي سي دي اوف 26 و7 واقعد اشتغل بالطريقه دي لغايه ما في الاخر اوصل للواحد طبعا الطريقه دي احنا شارحينها في احد الفيديوهات اللي هو بتاع الجي سي دي هتلاقوا موجود تحت في الديسكربشن كل الفيديوهات بتاعت الـ بتاعت الايه البلاي ليست دي بتاع التشفير يعني تمام ممكن تشوفوا ده طيب تعالوا بقى على فك التشفير تمام فك التشفير بيقول ايه ادي المعادله بتاع فك التشفير بتساوي آه بي بت ام اس سالب واحد في سي ناقص اس مول ال طيب ام اس سالب واحد ده اللي هو المعكوس الضربي للمديول بتاع الام طيب ده انا هجيبه الاول بالطريقه دي اللي انا برضو شارحها قبل كده هتلاقوا الفيديو اسمه المعكوس الضربي او الموديولو مالتبليكيتد انفيرس فانتوا ممكن تشوفوه طبعا انتم ممكن ترجعوا للفيديو بتاع المالتبليكيتد انفيرس عشان تفهموه اكتر يعني ادي الافاين بعد ما جبت دي ب 15 هقوم مستخدمها في المعادله عندي ام اس سالب 1 ب 15 في السي ب 8 والاس ب 10 طب انا عرفت ازاي الكلام ده السي ب 8 لان هنا هنا السي باي انا انا دلوقتي بعيد او بفك التشفير بتاع الاي اللي هو اول حرف ب 8 وال10 اللي هو الكيب 10 احنا قلنا اننا مديها في المعطيات ان الكيب 10 ف مود ال 26 هتساوي 22 22 وعشرين. وعشرين في اللغه اللي هو الدبليو اللي هو احنا كده رجعنا لاول حرف فعلا اللي هو كان دبليو عندنا يعني كده فكينا التشفير بشكل صحيح ارجو ان انا اكون افدتكم وشكرا ليكم وبنشكر الباشمهندسه رنا على انها سمحت لنا ان احنا نستخدم الملخص بتاعها في شرح التشفير ده شكرا لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته